وضمن زيارة أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة محادثات مع نظيره النيجيري. من جهة أخرى، أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب محادثات مع نظيره النيجيري. كما تحدثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو مع نظيرها النيجيري. كما أجرى وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي محادثات مع نظيره من جمهورية النيجر.